يرجف هشام من شاف المنبر، سوى روحه ما يعرف علي بن الحسين، قال بصفه، قال منو هذا اللي الناس تقدسه وانشقت له ووقفت له كلها، منو هذا؟ فرزدق موجود هز الموقف، قال له هشام حتى لو كان في ذلك رقبتي ادفعها، الموقف يسوى ادفع رقبتي. الرجال موقف، قال له ما تعرفه منو هذا؟ هذا اللابس عمامه وعبايه، ما تعرفه؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه، اسأل الكعبة، قلها منو هذا؟ تقول لك هذا مولاي علي بن الحسين، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم.